بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. ونقول الصحيح لنستبعد الفاسد، ونقول الصحيح لنستبعد الباطل، والباطل ما اختل ركنه والفاسد ما اختل شرطه. وأركان النكاح قلنا ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول، والشروط أربعة: التعيين، ابنتي ليلى ابنتك فاطمة، التعيين والرضا، فلا نكاح بإكراه، والولي والشهادة كما ورد بذلك النص. فهذه شروط أربعة لا بد من توفرها، وأركان ثلاثة لا بد من توفرها أيضا. ثم مر بنا بعض النساء اللاتي يحرمن، المحرمات من النساء، منهن من تحرم لأجل النسب، ومنهن من تحرم لأجل الرضاع، ومنهن من تحرم لأجل المصاهرة. وبقي شيء يسير نقرأه في هذه الليلة المباركة. فالتي تحرم لأجل النسب نقول الأم والأخت والبنت وما أشبه ذلك، والتي تحرم لأجل المصاهرة أخت الزوجة وأمها وما شابه ذلك، والتي تحرم من الرضاع كما قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الآن ومر بنا أيضا في درسنا الأخير إذا كانت على غير دين الإسلام الزوجة، فإن كانت كتابية فنعم يحل نكاحها، وإذا لم تكن كتابية كأن تكون مجوسية أو بوذية أو ما أشبه ذلك من أهل الملل والنحل، نقول لا يجوز نكاحها. وإنما يتزوج الإنسان امرأة مسلمة أو كتابية، والكتابية تكون مؤمنة بوجود المولى عز وجل، ومؤمنة بوجود الدار الآخرة، ومؤمنة بكثير من الأشياء التي هي من واجبات الدين. وإذا اقترنت بمسلم فإنها سرعان ما تجد الفائدة وتجد الإعانة على الدخول في دين الإسلام. وقلنا المسلمة لا يصح أن تتزوج بغير مسلم. المسلم يتزوج بكتابية لأن له تأثير عليها، وسرعان ما تدخل في دينه، وترعان ما ترجع إلى الرشد والصواب، وترعان ما تعتنق الدين الحنيف،
لقوة تأثيره عليها. وأما المسلمة فإنها إذا كانت عند غير مسلم ربما انحرفت هي، لذلك منع الدين أن يتزوج الكافر المسلمة. ثم قلنا أيها الأحباب فيما يتعلق بزواج غير بزواج الأمة، لا يصح للرجل أن يتزوج الأمة وهي الرقيقة، وإن لم يكن عندنا رق الآن، وإنما ليكون الإنسان على معرفة بهذا الحكم، فلا يتزوج إلا حرة، ولا يتزوج الأمة إلا بشرطين اثنين، فإذا وجد فنعم وإلا فلا. هذان الشرطان أن لا يجد مهر حرة، ليس عنده مهر حرة، وليس عنده قيمة أمة يشتريها، ويخاف على نفسه من العنت، من أن يقع في المحذور ويقع في الفساد ويقع في الزنا فيكون مضطرا، نقول لا مانع أن يتزوج أمة. نقول الرجل لا المسلم لا يتزوج إلا بمسلمة، هل يصح أن يتزوج بأمة؟ نقول لا، إلا بالضوابط، لأنه إذا تزوج الأمة فأولاده يكونون أرقى، لأن المولود تبع لأمه، كما مر بنا تبع لأمه حرية ورقة، إذا أنجبت فإن الولد تبعها، فيكون أولاده أرقى، لذلك نمنع الرجل أن يتزوج الأمة إلا إذا كان لا يجد مهرا للحرة ولا يجد قيمة للأمة، مع أن الأمة غير موجودة الآن عندنا، ويخشى على نفسه من العنت، يخشى أن ينجرف في الطريق غير المستقيم، فلذلك نقول لا مانع أن يتزوج أمة. بهذه الضوابط تنتهي، يبقى عندنا من المحرمات واحدة، يبقى عندنا من المحرمات واحدة لنقفل هذا الباب. من هي هذه الواحدة؟ هي الملاعنة. الملاعنة أيضا لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة في عصمة زوج، لأن هذا يكون النكاح باطل، ولا يجوز أن تكون خامسة، ولا يجوز أيضا أن تكون معتدة من زوج سابق، كل هذا قلنا إنه لا يجوز. وبقي علينا الملاعنة، ونحن الآن سنذكره بإيجاز. من هي الملاعنة أيها الأحباب؟ نعرف أن الرجل لو اتهم امرأة بالوقوع في المحذور، بالوقوع في الفاحشة، بالوقوع في الزنا، وقال فلانة فعلت كذا وكذا، فما العمل؟ نقول أثبت وإلا حد في ظهرك. أثبت، ومن أين له أن يثبت؟ لابد أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا ذاك منه في ذاك منها، وهذا غير ممكن إطلاقا. فنقول له إما أن تثبت وإما حد في ظهرك، نقول هذا حكم ولا مجال إلا لغيره أو لا التفات لسوى. لكن لو كان هذا القائل هو الزوج، دخل على زوجته ووجد كذا وكذا منها، فما العمل؟ فإذا قلنا حد في ظهرك فقد أوجعناه ضربا، وأيضا امرأته يعني قامت على إفساد فراشه، فيتحمل أمرين، فما العمل؟ نقول إما حد في ظهرك، وإما أن تلاعن، وإما أن تلاعن. فإذا كان متعكدا ولاعن فإنه يسلم من الحد، وإلا يلاعن ونفرق بينه وبين المرأة تفريقا مؤبدا، تفريقا مؤبدا،
لأن عندنا الفرقة الآن أيها الأحباب، رجل طلق امرأته طلقة واحدة، نقول له أن يراجعها ما دامت في العدة. طلقها طلقتين، نقول له أن يراجعها ما دامت في العدة. طلقها ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيموت هذا الزوج أو يفارقها، فيجوز أن ترجع للأول بعقد جديد. لكن الملاعنة لا ترجع للملاعن أبدا في الحياة، لا ترجع له أبدا، يعني تفريقا مؤبدا. ولو قال كذبت فإنه يجلد، وبعد الملاعنة لا يمكن أن ترجع إليه. وأحكام الملاعنة حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الرجل ويدعي ويأتي بالشهادات، وسنذكرها في درس قادم إن شاء الله. ثم بعد ذلك تقوم المرأة وتقف وهي واقفة، لأن هذا يعطيه أهمية، وقوف ولا تتكلم وهي جالسة وإنما تقف، والرجل يقف أيضا لأهمية الوقوف. فالرجل يشهد هذه الشهادات، فإذا صدقته انتهى الأمر وأقمنا عليها الحد، وإذا كذبته وأتت بالشهادات التي تكذبه، أربع شهادات وخامسة، أربع شهادات، ويقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي أربع شهادات، وتقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وهكذا. فيحلفون هذه الأيمان ثم نفرق بينهم. يأتي بالشهادة الأولى وبالثانية وبالثالثة وبالرابعة، وبعد الرابعة يأتي رجل ويقف إزاء هذا الرجل ويضع يده على فمه ويقول يا فلان اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإذا ارعوى ورجع وعدل ونكص كأن شيئا لم يكن، وإذا صمم قلنا للمرأة يلا بقي دورك. فتشهد أربع شهادات، ثم تأتي امرأة وتضع يدها على فم تلك المرأة وتقول يا فلانة اتق الله، إنها الموجبة، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإذا صممت أنهينا الأمر وفرقنا بينهم تفريقا مؤبدا. يعني عندنا الآن الخلع شيخ تركي، لو أن إنسانا خالع امرأته قالت أريد أبذل لك 5000 ريال وطلقني، قال ما بذل، فنقول هذا يعني له حكم البينونة. لكن لو بعد ساعة ولا ساعتين أرادوا يرجعون نعقد بينهم، لو بعد يوم يومين ساعة ساعتين نعقد بينهم وينتهي. وأما هذا فإذا فرقنا باللعان فهو تفريق مؤبد لا يمكن الرجوع عنه بحال من الأحوال. وقد يكون اللعان يعني لأجل الوقوع في الفاحشة فقط، وقد يكون مقرونا بشيء آخر. ما هو هذا الآخر؟ يقول أن هذا الولد ليس مني، وأن الذي في بطنها ليس مني، فينفيها يعني يلاعينها وينفي الولد. فالولد عند ذلك مر بنا أو كان الولد منفيا بلعان، فهو ينسب إلى أمه، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله، ونقرأها في درسنا إن شاء الله مفصلة وموضحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. النوع السادس: التحريم لأجل الرق، وهو ضربان. التحريم لأن المرأة رقيقة، لأن المرأة رقيقة، وإذا كانت رقيقة تسبب الأولاد، أولاد الرجل هذا اللي تزوجها يكونون أرقة، يباعون ويشترون. فلذلك حرمنا أو حرمت الشريعة أن يتزوج الإنسان رقيقة إلا بالضوابط. ما هي هذه الضوابط؟
ألا يجد مهرا لحرة، لأن الحرة تحتاج مهر، وألا يجد قيمة لأمه يشتريها، وأيضا أن يخاف على نفسه من العنت. وإلا كان في الواقع يعني كان في السابق يتسرى الإنسان، قلنا يتزوج واحدة، يتزوج اثنتين، يتزوج ثلاث، يتزوج أربع. أما التسري فله أن يتسرى بالعدد الذي يريد. وقرأت مرة عن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، قالوا نريد أن نشتري لك جارية، فلم يكن راغبا في ذلك، فألحوا عليه لحاجته إلى خدمتها وإلى قيامها بعمله، فلما أراد أن يأذن لهم قال التمسوها ذات لحم، التمسوها ذات لحم، يعني تكون هيئتها كذا وكذا. فكانت الجواري موجودة ولا تعد بعدد، يعني ما نقول للإنسان عندك جارية فقط، عندك جاريتين، عندك عشر، عندك عشرين، قد ما يكون عنده يجوز في ذلك. وأولاد الجواري إذا حملت من تنتقل من كونها رقيقة أو من كونها جارية إلى أن تكون الشيخ أحمد إلى أن تكون أم ولد. يقول الشيخ أحمد، يقول الشيخ أحمد تنتقل إلى أم ولد، وأم الولد هي الجارية التي يواقعها سيدها، فتحمل بما فيه خلق إنسان سواء ولدته، أكمل الشيخ تركي، حيا أو ميت. المهم أنه ما يكون قطعة لحم بس أو دم أو كتلة كذا، يكون فيه يعني يعرفه أهل الاختصاص، هذا رأس وهذه يد وهذا رجل وهذا بطن وهذا كذا، فيكون فيه خلق إنسان، فتنتقل من كونها جارية إلى أم ولد. طيب أحكام أم الولد يا شيخ تركي؟ تعتق بمجرد موته، تعتق بمجرد موت، لأن كلهم الحمد لله عتقوا، الدولة وفقها الله اعتقت جميع الأرقة، عندنا ما عندنا أرقة هنا، لكن هي تعتق بمجرد موت سيدها من كل ماله. طيب ابن الشيخ تركي يبين لي معنى من كل ماله. طيب لو أن إنسانا أوصى قال أريد يبنى لي مسجد في مكة، كنا في الصحن وكنا نتحدث النقاط هذه، يوم كنا في الصحن قلنا إنسان قال يبنى لي مسجد في مكة ب250,000، كتب وصية، الوصية متى تنفذ؟ تنفذ بعد الموت، يعني ما دام الإنسان على قيد الحياة يعدل ويبدل ويزيد وينقص ويعطي هذا ويمنع ذاك، لكن إذا مات لزمت. فلو قال يبنى لي مسجد في مكة بمبلغ قدره 250,000، طيب الآن مات ولقينا عنده أم وزوجة وأولاد، قلنا لهم مش تقولين؟ قالت والله أنا مريضة وتردد على المستشفى وبحاجة، أنا أرى نفسي أهم من المسجد. الولد قال أنا والله كل يوم أروح للجامعة وأحتاج تكس وأروح كذا مواصلات، والزوجة قالت أنا عندي مراجعات المستشفى فنقول للأولاد يعني نسمع كلامهم ولا ننفذ إلا بالثلث، يعني نقول كم ترك؟ لو قالوا ترك 600,000 وهو أوصى ب250، نقول نفذوا ب200 بس، وأما 50 إن وافقوا الورثة فنعم كذا، وإلا فلا. إذا وافقوا لو قالوا كل اللي ترك أبونا نبي نطلع في وجوه الخير، نقول حسنا فعلتم، لكن هم قالوا لا ما نوافق إلا ما يجيزه الشرع، فنقول الشرع يجيز الثلث، وأما ما زاد فيحتاج إلى استئذان. الجارية هذه اللي اعتقها اللي 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 واقعها فحملت، ما ننظر هل هي من الثلث ولا أزود ولا أقل، لو ما عنده غيرها بمجرد موته نقول عتقت، بمجرد موته نقول عتقت. لكن أسأل أي ظن الشيخ تركي، هل ترث ولا ما ترث؟ ولدها يرث مع إخوان، لا فرق بين، أما هي فلا ترث لأنها أم ولد
فلا ترث. أحسنت. نعم. أحدهما تحريم الإماء وهو نوعان. الإماء محرمة ولا يصح الإنسان أن يتزوج عمة إلا بشرطين: ألا يجد المهر، لأن الحرة ما يمكن يشتريها، وإنما يريد أن يقدم مهرا، ألا يجد مهرا، وألا يجد ثمنا، يعني قيمة يشتري به عمة. قال: طيب أنا ما أجد لا مهر حرة ولا أجد يعني قيمة عمة. نقول: تستطيع الصبر؟ إذا قال: لا، أخاف على نفسي. إذا خاف على نفسي، نقول: خاف على نفسه من العنت، من الوقوع في المحذور، فيمكنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالزواج فيه إعفاف للإنسان. فإذا قال: ما أستطيع أصبر، نقول: لا مانع أن تتزوج أمة إذا لم تجد حرة أو تجد مهرا لحرة ولا قيمة لأمة تشتريها. نعم. وهن نوعان: كتابيات، فلا يحل لمسلم نكاحهن ولو كان عبدا، وعنه يجوز، والأول المذهب لقوله تعالى: فما ملكت أي فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فشرط في إباحتهن إيمانهن، ولأنهن ناقصات من وجهين أشبه المشركات، والثاني الأمة المسلمة، فللعبد نكاحها لأنها تساويه. لأنها تساوي له، هو عبد وهي كذلك، هو رقيق وهي رقيقة. نعم. ولا يحل المدار على الأخلاق وعلى التقيد بها والتحلي بالصفات الفاضلة والسجايا الحميدة. ويقول الشاعر: والعبد حر من تخلقه، والحر من شهواته عبد. ويقول أو ورد أيضا بأن العبد حر إذا قانع، والحر عبد إذا طامع. العبد حر إذا قانع، والحر عبد إذا طمع. والشاعر يقول: والعبد حر من تخلقه، والحر من شهواته عبد. نعم. ولا يحل لحر نكاحها إلا بشرطين: عدم الطول، يعني ما عنده إمكانيات، تبي 10,000 ريال مهر ما عنده، أو يشتري لو الشراء موجود يبي له 15,000 أو كذا، يقول ما عنده. عدم الطول يعني عدم المال الذي يحقق به رغبته. نعم. وهو العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة، والثاني خشية العنت. وش قلنا بالعنت يا شيخ؟ الانحراف إلى طريق الخناء، الانحراف إلى الزنا، نسأل الله السلامة. نعم. وإذا فعل ذلك، فإذا كان محصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن فحده جلد 100 وتغريب عام. ومر بنا بأن آية الرجم كانت موجودة في القرآن ونسخت تلاوتها وبقي حكمها. آية الرجم يعني في آية في كتاب الله تتحدث عن الرجم وأحكامه، فنسخت التلاوة يعني الآن ما هي في المصحف، وبقي حكمها يعني حكمها باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونص الآية أيها الأحباب: الشيخ والشيخة إذا زنيا، الشيخ يعني المحصن، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وأما غير المحصن فحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: جلد 100 وتغريب عام.
وجاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته. شيخ عبد الله وش معنى عسيف يا ابني؟ يعني صبي، بعض البلاد يقول صبي عنده وبعض البلاد يقولون بشكار في جهة الإمارات والخليج يقولون بشكار، بشكار يعني صبي أو أجير. إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته وإني افتديت ابني فسألت أهل العلم فأخبروني بأن على ابني كذا وعليه كذا، فقال عليه الصلاة والسلام إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام لأنه غير محصن ما تزوج. ثم قال عليه الصلاة والسلام واغدو يا أنيس واغدو، وش معنى أغدو يا شيخ صديق؟ واغدو يا أنيس يعني رح رح لهم رح لبيتهم. واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. نعم. والثاني خشية العنت، العنت يعني الوقوع في المحذور، وهو الزنا لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن يعني مالا يستطيع أن ينكح به أو يشتري، نعم، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم. ذلك لمن خشي العنة يعني خاف أن يقع في المحذور، نعم. فإن أمكنه نكاح حرة كتابية، فإن أمكنه نكاح حرة كتابية، كتابية نعم يتزوجها، نعم، لم تحل له الأمة المسلمة لأنه لا يخشى العنة وأولاده له، بينما الأمة المسلمة يكون أولاده لسيدها أرقى، يكون أولاده لسيدها ملكا، الأولاد يتبعون أمهم حرية ورقة، حرية ورقة كذا شيخ أحمد. ولأنه أمكنه صيانة ولده عن الرق فحرم عليه إرقاقه، كما لو قدر على نكاح مؤمنة وإن تزوج أمة تحل له ثم وجد الطول ففيه وجهان. يعني نقول فارقها ولا نقول ما دام تزوجت خلاص؟ نعم، روايتان. ولو مرت هذه المسألة عند قاض فإنه يجتهد فيها ويحكم بما به براءة الذنبة. وقلنا على الكتاب هذا ألفه المؤلف ابن قدامة رحمه الله في طلبة العلم الذين قطعوا مرحلة في طلب العلم والاستذكار ليحكم الإنسان بما يطمئن إليه من بعد مقارنة الأدلة وجمعها. نعم. أحدهما نكاحه باق اختاره الخرقي لأن زوال الشرط بعد العقد لا يبطله، كما لو أمن العنت، كما لو أمن العنت، كما يعني لو قبل كان يخاف على نفسه وبعدين استعمل دواء ولا كذا وصار ما يميل إلى هذا الشيء. والثاني يبطل لأنه أبيح للضرورة فزال بزوالها كأكل الميتة. وإن تزوج حرة على أمه فهل لحظة يقول كأكل الميتة، وشلون الكلام هذا يا شيخ علي؟ شلون كأكل الميتة؟ يقول اقرأ يا بني، يقول كأكل الميتة يعني إذا إنسان ما عنده طعام وخاف على نفسه من الموت جاز له أن يأكل ميتة إذا وجد طعاما حلالا والميتة أمامه فلا يجوز له أن يقربها. نعم. ومثل هذه يجتهد فيها من تمر به. نعم. وإن تزوج حرة على أمة فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين كذلك، فإن تزوج حرة تعفه وأمة في عقد واحد فسد نكاح الأمة لعدم شرطه وهو عدم طول الحرة،
وفي نكاح الحرة روايتان أصلهما تفريق الصفقة. تفريق الصفقة يعني عقد من هنا وعقد من هنا، عقد يعني اثنتين في عقد واحد. نعم. وكذلك الحكم في كل عقد جمع فيه بين محللة ومحرمة كأجنبية وأخته من الرضاع. يعني لو عقد في آن واحد على أجنبية وأخته من الرضاع، هل نقول كله باطل ولا نقول الأجنبية صحيح وأخته من الرضاع تحرم عليه؟ نعم. وهذه تحتاج إلى إعمال نظر وفكر من طالب العلم الذي تمر به. نعم. فإن كانت الحرة لا تعفه ولم يتمكن، فإن كانت المرأة الحرة لا تعفه، يعني قد تكون ما هي جميلة، قد يكون ما يرتاح لها، قد يكون ما يهواها، فالحرة عنده حرة هو، لكن يقول الحرة ما تكفي، لو وجد مع وجود الحرة قد يلتفت يمينا وشمالا فيريد إحصان نفسه. نعم. ولم يتمكن من نكاح حرة تعفه، ففي نكاح الأمة روايتان، إحداهما لا يصح، لا يصح نكاح الأمة. نعم. لأنه واجد لطول حرة، واجد لطول الحرة. نعم. والثانية يصح لأنه خائف العنت، عادم لطول حرة تعفه، فحلت له الأمة كالعاجز عن نكاح حرة، فعلى هذا يصح العقد فيهما جميعا. وكذلك الحكم إن كانت تحته حرة لا تعفه فيتزوج عليها أمة، فيتزوج عليها أمة، أو كان تحته أمة لا تعفه فتزوج ثانية، فيتزوج عليها ثانية. ففيها روايتان. قال الخرقي: وله أن ينكح من الإماء أربعة إذا كان الشرطان فيه قائمين. ووجه الروايتين ما تقدم، وإن تزوج أمتين في عقد واحد، أمتين في عقد واحد، نعم، وإحداهما تعفه، إحداهما تعفه، ففيه نظر. نعم. بطل فيهما، لأن إحداهما ليست بأولى من الأخرى، فبطل فيهما كما لو جمع بين أختين. فصل. الضرب الثاني أنه لا يحل للعبد نكاح سيدته، يعني عبد المرأة تملكه وتزوجها، هي سيدة تملكه وتزوجها، ما العمل؟ نقول يمكن أن تعتقه ثم تتزوجه فيكون العقد صحيحا، وأما ما دام في ملكها فإنها تجب عليها نفقته وسكناه ولباسه وما يحتاج، وهو زوج يجب عليه نفقتها وسكناها وما تحتاج، فيحصل بينهما التعارض. فلذلك نقول لو رغب السيد أو رغبت المرأة في زواج بأن تتزوج خادمها، فأول خطوة أنها تعتقه، فإذا أعتقته أصبح حرا وأمكن أن يتزوجها ولا حرج في ذلك. وقلنا في مسألة مرت علينا في الفرائض وتسمى مسألة عرضت على يعني القضاة، وتسمى مسألة القضاة، يعني امرأة قالت إني تزوجت وهلك زوجي، وتعرفون حال المرأة بعد فقد زوجها، وإذا بي تبين أنني حامل، فإن أنا أتيت بذكر فأنا أرث الثمن، وإن أتيت بأنثى فأنا أرث النصف، وإن أتيت بميت فأنا أرث جميع المال. وشلون مرأة زوجة ترث جميع المال؟ هذا غير ممكن. لكن لما فصلوا المسألة أبانوها وأوضحوها وأصبح لا إشكال فيها. قالت إذا أتيت بذكر فأنا أرث الثمن،
لأنها هي ولدها، فهي زوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن ولا إشكال. مسألة ثانية قالت أتيت بأنثى فلي النصف، نقول الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والباقي 3 من 8 للزوجة، لأنها معتقة، لأنها معتقة فأخذت النصف. وفي المسألة الثالثة قالت إذا أتيت بميت فلي جميع المال، نقول لأنها زوجة لها الربع فرضا، لها الربع فرضا لعدم الفرع الوارث، ولها الباقي تعصيب لأنها عصبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، فهي معتقة فهي أخذت هذا الباقي. فيأتون بها علماء الفرائض من باب الألغاز، من باب الألغاز يعني ليمكن تحريك همم طلبة العلم وتحرك نشاطهم. نعم، لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض، إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وسفره بسفرها وطاعته إياها، ونكاحه إياها يوجب عكس ذلك، فيتنافيان. ولا يصح أن يتزوج الحر أمته، لأن النكاح يوجب للمرأة حقوقا يمنعها ملك اليمين من القسم، يمكن أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها، يمنعها ملك اليمين من القسم والمبيت فبطل. فإن ملكت المرأة زوجها أو جزءا منه، أو ملك الرجل زوجته أو جزءا منها، انفسخ النكاح لما ذكرنا. ويحرم على الأب نكاح جارية ابنه، لأن له فيها شبهة يسقط الحد بوطئها، فلم يحل له نكاحها كالمشتركة بينه وبين غيره. وللابن أن يتزوج أمة أبيه لعدم ذلك فيه، وإن تزوج جارية ثم ملكها ابنه ففيه وجهان: أحدهما يبطل النكاح، لأن ملك الابن كملكه في إسقاط الحد وحرمة الاستيلاد، فكان كملكه في إبطال النكاح. والثاني لا يبطل، لأنه يملكها بملك الابن فلم يبطل نكاحه كما لو ملكها أجنبي. فصل. النوع السابع. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا القدر على أن نكمل هذه المسائل في درسنا القادم إن شاء الله. وأما قراءتنا في يوم غد فهي في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويوم الجمعة والسبت كما هو متبع إجازة، ويوم الأحد نرجع لكتابنا هذا لنكمل هذه المسائل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا من أحد الإخوان يقول: ما حكم دفع فدية بعد الانتهاء من العمرة، مع العلم أني كنت لابس حزامة أو كذا؟ لبس الحزام لا يؤثر، وإذا تصدق الإنسان بإراقة دم ووزعه على فقراء الحرم فهذا على خير إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان معه هدي، وليس كله واجب، بل كان هديه في حجة الوداع 100 من الإبل، فيمكن للإنسان أن يشتري يعني ذبيحة أو رأس من الغنم ويذبحه ويتصدق به، وهو على خير إن شاء الله. يقول: يذبح لولي صالح ويقيم ولائم، مع العلم أن
عند نقول لا يجوز الذبح في هذه الأمكنة، لا يجوز، وإنما يذبح الإنسان في المجزرة ويوزع اللحم على المستحقين. أما الذبح عند قبر فهذا من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذبح نوع من أنواع العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يقول باب الكعبة في أي اتجاه؟ يمكن الإنسان يدخل ويشاهد باب الكعبة هكذا أمامه.